لقد وصل عمر، لقد وصل عمر. أخرج يا علي. من الطارق؟ تعرفونني جيدا يا فاطمة، لا كلام لنا معك، وليخرج إلينا علي. حقا هذه الأخلاق لا تليق إلا بمثلك يا عمر، وما الذي تريدونه من علي؟ لقد بايع الناس جميعا خليفة رسول الله، ولم يبق إلا علي. مريه ليخرج إلينا، وإلا. وإلا ماذا يا عمر؟ وإلا أحرقت عليكم داركم، وجعلتكم عبرة لمن اعتبر. ما لنا ولك يا عمر؟ أتحرق علي داري وأنا فاطمة؟ فاطمة فاطمة فاطمة، وين فاطمة؟ والله لا أفعلن، والله لا أفعلن. يا شيخ يا شيخ، ألم تسمع قول رسول الله؟ إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وما شأنك أنت وفاطمة؟ اذهب وإلا ضربت عنقك. أيها القوم، أيها الناس، اعلموا أنني فاعل ما أريد، ولو أنزل قرآنا كاملا بحق فاطمة. أينك يا ابن أبي طالب؟ أجب أنت وأخرجت إلينا فاطمة؟ حسناً يا علي، سترى فعلتي وتندم. هاي خالد، علي بالحطب. الحطب هيا هيا. أنا حسناً يا علي، كل هذه النار ولم تخرج، سأخرجك بنفسي إذن. ابتعدي يا فاطمة، خذي خذي يا فاطمة، خذي خذي يا فاطمة. أيها الحمقى، ماذا تنتظرون؟ أخرجوا عليّ!